ولد المسيح هللويا ولد المسيح هللويا. رح ننتقل لجوني مع زميلي أرشلة اللي موجودة بساحة جوني بالسوق التجاري لنشوف أجواء العيد المخيمة على كل الأراضي اللبنانية، واللي فعلا في نشاط فظيع اليوم بالساحات وبالأسواق بلبنان وببيروت. أرشلة، هاي كاتيا، شو الاجواء عندك؟ هيدا الاجواء كثير حلوه عندك مع الشباب والصبايا الصغار. انا الاجواء عم يعملوا كريسمس شوبينج هلا. بتعرفي اجواء العيد عن جد بجوني كثير حلوه، ودائما في ناس بتترك حالها لاخر دقيقه، فبلش التعجق بالسوق وفي لاست مينت شوبرز، وكنا التقينا بالولاد كمان قبل شوي اللي مع اهاليهم وقدمنا لهم الهدايا، طبعا هدايا تقدمت صفوي وورلد اوف تويز. الاجواء كثير حلوه، عجقه بس الطقس حلو، يعني هيدا هو يلي مساعد الناس. نحن معكم كل النهار كاتيا، زميله جيسي كمان رح تلاقيكم من اشرفيه ومن داون تاون، وانا ايكويز بدي ادعي كل المشاهدين يلاقوني على الموبيلي توب على الساعه 11:30 لحتى نلعب سوا، لانه ايكويز كثير مميز اليوم. عن جد اجواء العيد كثير حلوه، كل العالم مبسوطه، عجقه، بتعرفي يعني كل المحلات فاتحه اليوم، ما حدا مسكر. كنا سبق وعملنا جوله شوي بالسوق وحكينا مع الناس، كله عم بيتمنى انه العيد السنه ان شاء الله يكون منيح على الكل ويحمل السلام لك العالم. ان شاء الله يا رب. الزينه واضحه، الاجواء كثير حلوه، شباب وصبايا صغار، حديك بفرح كبير ان شاء الله دائما وعلى الكل يا رب. مزبوط، هون بجوني كان سبق وصار كثير نشاطات لمناسبه العيد، نحن موجودين بساحه البلديه، شجره العيد وراي رائعه جدا، كان سبق وصار في احتفال كبير وضووها، وكمان احتفالات كانت على مدى ثلاث ايام، صار في مسرحيات لاولاد صغار، نشاطات ترفيهيه، وكمان كونسيرات غنائيه. رح نكون كمان من غير مناطق بلبنان بعد شوي مع زميلي جيسي، بس نحن وياك رح ننتقل بعد شوي على 11:30 قلتي لي على الموبيلي توب. مزبوط، على الساعة 12 وأكثر شوي على الموبيلي توب بنهر الموت مع ايكويز ومع كمان فرص ربح بليلة العيد إذا فينا نقول. أهلا، شكرا لك أرسل. إن شاء الله رح نكون نحن وياكم هلا مشاهدينا بوقفة صغيرة ومنتابع من بعدها مع فاميلي ومنحكي أكثر عن البشارة. ولد المسيح ولد المسيح هللويا، ولد المسيح ولد المسيح ولد المسيح هللويا. ميت الآية عالأرض جاي، رح يولد بين الناس طفل يسوع، والليل سهران ناطر الدور، دقي يا جراس ضوي يا شموع. هللويا 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 هللويا. فاميلي مع بير زياد الحديد الرئيس الاقليمي للاباء العزريين بالشرق رح نحكي عن البشاره. اهلا وسهلا فيك بير زياد. ولد المسيح، ولد المسيح هللويا. اول شيء انا كمان حابب عيد كل المشاهدين اليوم عبر الام تي في، واشكر معدي البرنامج انه سمحوا لي اكون معكم اليوم حتى انا كمان بدوري اتلقى، ومن خلالي يمكن كتار اشخاص يتلقوا بشاره الرعيان للميلاد. نحن بنشكر لوجودك معنا اليوم بليله الميلاد، بنعرف قد ايه بيكونوا التحضيرات بالكنائس وبيكونوا التحضيرات عندكم جاريه وبيكون وقتكم ضيق مع هيدا، وكله خصصتوا وقت لنا وللمشاهدين، خاصه انه السنه المفروض انه ببعض الكنائس اذا مش كلهم يكون في كمان سجدة الميلاد يلي هي جديدة علينا، ويلي كمان المؤمنين بدهم وقت ليتعودوا عليها، ويلي يمكن بتفسر أو بتترجم كل هالمحطات بالبشارة. طبيعي،
بالكنيس كلها. احنا الميلاد هو اكثر ما بنركز على طول بصلواتنا على الله معنا عمانوئيل، يعني ما فينا نمرق مرور الكرام على هالحدث المهم بتاريخ الخلاص وبتاريخ كل انسان. ووجودي معكم اليوم يمكن قديس منصور دو بول بيقلنا حتى ولو تركنا كنيسنا وطلعنا للآخرين on quitte Dieu pour Dieu، نترك الله منشان الله. بقى منشان هيك نحن مطرح ما منكون الله معنا بالام تي في أو بكنيسنا إن شاء الله دايما. هالعيد التنوع العجيب بولادة الطفل يسوع، الكل كانوا موجودين بهالسان يلي نحن منحكي عنا، تحت الشجرة في المغارة وحوالي المغارة في مشهد كتير كبير، رعيان صحيح بس مجوس كمان، بس قبل في بشارة، بس قبل في إليسابيت، يعني في كتير من الإستوار من التاريخ قبل ما نوصل لهون. أكيد في نحن مشي بنسميه زمن المجيء بالكنيسة يلي ما نستعد فيه لزمن الميلاد، لميلاد المخلص يسوع. إنما هالبشارات يلي كانت عم بتصم مع زكريا مع مريم مع من خلال كمان بيان يوسف، بشارة يوسف لما قال له لا تخف أن تأخذ مريم إلى بيتك، كمان زيارة مريم لإليصابات وبشارة إليصابات لما ارتقد الجنين في بطنها. وكلمة البشارة أو معنى البشارة هي على طول بشرة سارة، هي تجي تخبر عن حدث يفرح الإنسان. وكل هالبشارات اليوم بالأخير حصلوا وتحققوا لأنه الله كان وافي على وعده، كل قدام كل بشارة كان يحقق وعده لأنه هو شخص وفي. واليوم ببشارة الرعيان تحقق وعد الله بولادة المخلص. والرعيان يلي كانوا بيقلنا القديس لوقا بإنجيله كانوا سهرانين بالليل عم بيتناوبوا السهر ناطرين القطعان تبعهم، الخواريف أو القطعان يلي أوقات كانت ملكهم أو ملك غيرهم، كانوا ينطروا يتناوبوا السهر. وإذ بيقلنا القديس لوقا ف أشرق مجد الرب عليهم وكان في نور عظيم هيك ضوى ظلمة هالليل. وأهم بشارة بعتقد اليوم للرعيان ومن خلال الرعاة إذا بدنا نسميهم كمان لإلنا، هي أنه حدث الميلاد هو نور بظلمة حياة كل واحد منا. المشكلة أنه أوقات كتير نحن منحط حالنا باللطوي منقول باللبناني، إيه منلطي تما هالنور يوصل حياتنا. بقى اليوم أول بشارة لإلي ولكل واحد منا بالخلال الام تي في اليوم أنا حابب أوصل له إياها، أم اللطوي زيح من الشيء أو شيل من قدامك كل هالحاجب يلي عم يمنع نور ولادة يسوع توصل لحياتك. طبيعي نخاف من النور لأنه بيكشف ولأنه ما بنعرفه، إذا ما بنعرفه ما بنعرف شو هي لسته، بس لما بنعرفه بنعرف أنه ما فيك تتخلى عنه وبتحس حالك ساعتها أنه كنت بالظلمة. لأنه عنا مفهوم غلط لولادة يسوع أوقات، بنفتكر حالنا نحن مثل ما تعودنا أو تربينا كمان أنه لازم ننقي قلوبنا، ننظف حياتنا، نكون كتير هيك مثل ما بنقول إماكولي شوي بعد شوي، أنه نكون خالصين تيرجع يجي يسوع على قلبنا، ننظيف حياتنا نظيفة. ولا هيك مش هذا هو الميلاد. الميلاد هو أنه هالنور جاي يضوي حياتي، جاي يمكن يضوي على مشاكل فيها، يضوي على باردون للتعبير على الجي او الزباله يلي موجوده بحياتي، جاي يسوع يضوي على هودي كلهم تا انا معه بحياتي اقدر اتخلص منهم. اما مشكلتنا شو بنعمل؟ نحن بنلبس القناع، بنجمل حالنا او بنجمل صورتنا يلي هي وقت بتكون كثير بشعه حتى نظهر للاخرين قديش نحن حلوين تا ننحب منهم. جاي يسوع يحبني مثل ما انا بولادته، يدخل حياتي المجويه يمكن حتى معه انا اقدر نظفها وارجع كمان حس بالفرح يلي بشروا بهم الرعاة اليوم. وبشروا بقول لهم لا تخافوا ما تخافوا، والرب عم بيقول لي ما خاف مثل ما انا بده ياني بمشاكلي بصعوباتي بصليبي بمرضي بقصص البشعه يلي انا عايشها، حتى حقيقه يجي هو يضوي عليهم وانا وياه ننظفهم، بس بده اذن مني لانه بيحترم حريتي وبحبني. ما في شيء يعني بهالارض مشترك باستقبال المخلص، باستقبال ابن الله، حتى النجم يعني حتى الطبيعه يلي متمثله بهالنجم يلي عم يمشي وعم بيقود المجوس والرعيان كمان كان مشترك. الحلو بهالحدث انه ربنا بيقول لهم للرعيان اني ابشركم ولد لكم اليوم مخلص، وبشركم وابشر الشعب كله. ما عم بيستثني حدا، ولاده يسوع ما بتستثني حدا، المنيح العاقل الضعيف الخاطي القديس المثقف الفقير. الحلو انه كل واحد بيحكي بلغته، الرعاة ظهر لهم حكيهم الملاك،
ببساطة البشارة، إنما كمان أيضا الفلك، علم الفلك المجوس يلي من خلال هالعلم كمان الرب دخل عليهم خليهم يقروا بالشي اللي هن مختصين فيه من خلال هالنجم يلي قدروا يقروا حدث ولادة الملك، ومن شان هيك هن كمان اجوا ينبشوا عن هالملك تيش جدوله. بقى نحن كمان نستفيد من كل شيء بيعطينا يا الرب، من بساطة عايشنا، من ذكائنا، من العلم يلي بنتعلمه، ومن ضعفنا ومشاكلنا، نكون حقيقة مثل ما بنقول باللبناني صرنا مفوكسين، هيك عنا فوكس على اتجاه واحد، على اتجاه واحد، نضل نبش مثل ما نبشوا الرعيين من خلال البشارة وين يسوع موجود وروحوا اسجد له بحياتي. ولادة المخلص أو هالولادة عيد الميلاد المجيد هو عيد ولادة طفل، ولكن عيد خلاص كمان، يعني وعد بالخلاص، يعني ما في استثناء، ما في في خط واحد بدي أقول بين عيد الميلاد والقيامة، وهيدي الشغلة اللي كمان لازم نكون واعيين لها. حابب بس ركز شوي على البشارة يلي الملك قال للرعيان، اليوم ولد لكم مخلص في مدينة داود هو مسيح الرب. اليوم المهم كتير هاليوم، يعني يلي منسميه الحاضر، الوقت الحاضر. الرب بيقدسنا بحياتنا مش بأمور مرقت نقعد نتغنى بالماضي شو عاملين من إشياء منيحة وإشياء أبيحة، وقيت نستسلم إنه نحنا معقولة لأنه لك نحنا شو خاطئين، أو نتباهى بشي نحنا كتير عملناها، ولا إشياء بدها تتم بعدين، أنا بكرة بعمل، أنا بكرة. الله بيقدسنا وبيحكينا بحياتنا بالانستان، بالوقت الحاضر، باللحظه الحيه يلي بكون انا عم بعيشها هلا. مشان هيك قال لهم اليوم ولد لكم، مش ولد المخلص يلي الكل ناطرينه، لكم يعني لكل واحد منا هالمخلص عم بيولد، يعني في هالعلاقه الشخصيه بين ولاده يسوع اليوم او تجسده وظهوره بالجسد، وايضا بربطه كمان انا بحدث الصليب، حدث الصليب والموت والقيامة، لأنهم كتير مرتبطين ببعضهم. والحياة يلي أنا الرب جاي يولد من شينا إلي يولد بحياتي ويقدسني بحياتي يلي وعدني بكل إنجيله يسوع ما رح تكون بلا صليب. يعني ولا مرة إجا يسوع بإنجيله قالنا أنتو حياتكم رح تكون بلا صليب، بالعكس قال لي احمل صليبك واتبعني، أنا إذا كنت معك أنا نيري خفيف، أنا بقدر ساعدك بحمل الصليب. المشكلة مش ب أنا كيف بدي أخلص، المشكلة أنا كيف عم بقرر عيش حياتي. الرب موجود، الرب حاضر من الميلاد للقيامة مروراً بالصليب، مهم أنا أعرف استفيد من حضوره بحياتي. ابن الله يلي عم يولد من بشر، يعني كمان هيدي مفارقة كتير مهمة لنشكون عن جد بعدين شريكين بالفداء، منها شغلة هينة أكيد. هو من أصعب الأشياء يمكن اليوم نقدر نشرحها، أو إذا بدكم بتميز علاقتنا بربنا الخالق، هو الإله يلي عم بيصير إنسان مثلنا، وهالشي بيجي يقلي قديش الله بيحبني. مش فقط إله عم بيصير جسد طيحت حاله بالجسد، هيدا قمة التواضع إذا بدنا من قبل الإله يلي عم بيصير جسد، بس بذات الوقت أنا اللي بيهمني لحياتي ليش صار إنسان؟ صار إنسان تيجي يخبرني عن الله، يعطيني كل أسرار الله يلي منسميها بالفرنساوي ريفيلاسيون، يعني بيجي يقلي ويخبرني قديش الله بيحبني، جاي يعيش معي حياتي، يشاركني عذاباتي كإنسان حتى أنا أقدم عذاباتي وشاركه فيهم، أنا كمان بالمجد يوما ما أقدر أكون معه بحياة الأبدية. لأن الله لما دعيني هالحياة دعيني لأنه حبني وعطاني دعوة ميزني فيها عن كل المخلوقات، إذ دعيني لحياة أبدية. أنا حياتي ما بتخلص بالموت، أنا حياتي مكفية معه بعد الموت، مشان هي كل ولادة هي ولادة لحياة أبدي. آمين. ولد المسيح، هللويا. بير حداد، شكرا لوجودك معنا اليوم. بير زياد الحداد الرئيس الإقليمي للآباء العزاريين بشرق انعاد عليك. مرسي كاتيا، ومن خلالك مرسي للإم تي في ولكل المستمعين على وقتهم لنا. وصلنا هلأ عم بيقولوا لي كمان هبة لرابطة الأصدقاء لبيت المسن بيت السنديانة بقيمة 2500 دولار من أنتلياس. ما عرفت مين، ولكن مش هيدا الهم، أكيد يلي عطى هالهبة هو اليوم بفرح كبير. شكرا، وأكيد نحن بانتظار كل هباتكم خلال النهار لنكون فعلا اليوم قدمين هالحلقة للمسن واقفين حد. وقفي هلأ ومنتبه.
ولد المسيح هللويا، ولد المسيح هللويا، ولد المسيح هللويا.